بالنسبة لزكاة الفطر، ايوه انا الحمد لله رب العالمين، ربنا مدينا والله ما لك الفضل، فبطلع رز وبجيب بقى جنبه حاجات تانية ممكن ما تبقاش من الزكاة، يعني مثلا زي خلاص يعني المفروض عليك 3 كيلو رز الا ربع او 3 كيلو، وانت تخرج ال3 كيلو رز ومعهم فرخه. شكرا لك، الله الله يبارك لنا الله فيك، يكرمك، الله الله يديم عليك الفضل. يرضى علينا وعليك. مع السلامه الحبيب.